بس انا بقى ما عنديش استعداد ادفع رشاوي. ما هو مش كل مرة يا علي هتلاقي ناس وحشة، أكيد في ناس وحشة وناس كويسة، وإن شاء الله ربنا يكرمك بحد يكون كويس ونضيف. قلت ايه بقى يا معلم عبدون؟ والله يا ابني كلامك عداه العيب، بس انت مالي ايدك من المشروع ده؟ طبعا ما الشغل ده ياما عملته وانا صغير، المره دي بقى لما ندخل الورشه بتاعتك كضمان البنك الامور كلها هتتسهل، وبعدين الشغل اللي هيطلع بره كله هو شغل ورشتك. المهم نخلص موضوعك انت الاول وبعدين نتكلم في التفاصيل، توكلنا على الله. خلاص يبقى يلا بينا على البنك، بعد كده بقى احجز لك اوضه في الاوتيل عندنا. لا يا علي، احنا ان شاء الله نخلص مشوار البنك وبعدين هطلع على مصر طوالي، عندي شغل متلتل في الورشة. ربنا يزيد ويبارك يا معلم عبدون. ايه ده؟ هتعمل ايه؟ هدفع الحساب. مش عيب عليك يا ده انا ابوك. يعني انا ابنك؟ ما ينفعش ابنك بقى يعزمك على الفنجانين قهوة؟ ايه ده برضو ده؟ عاوز تدفع يعني؟ بعد اذنك. طب ما تدفع، وفرت يا خي. ما تحملش هم يا استاذ علي، انت بس جهز لي الاوراق اللي انا طلبتها منك ومذكرة بالمشروع، وانا هعرضها على مدير ادارة الائتمان وان شاء الله هجيب لك الموافقه. الحقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي. هتشكرني عليه يا علي؟ هو انا احط ايدي في جيبي وادي لك؟ دي فلوس البنك انا بتصرف فيها من خلال لوائح وقوانين. يا ريت كل مديرين البنوك زي حضرتك كده. لا ابدا يا علي، كل مهنه وكل مكان بيبقى فيه الحلو والوحش، لا يمكن تلاقي مكان كل اللي فيه حلوين، هي الدنيا كده يا علي. ماشي يا ويك، عرفنا هتستورد ايه، تقدر تقول لي هتصدر ايه؟ هنصدرك انت عشان نستريح منك. ما تتبطي يا اختي، انت على طول كده بتهزري. يا جماعه ما تصدروش في الهيفا انتوا الاثنين، ده اجراء كده بس عشان السجل التجاري. يا اخوانا فهموني، ما دام احنا بنستورد حاجه يبقى اكيد بلدنا محتاجه الحاجه دي، ولما نيجي نصدر حاجه يبقى اكيد البلد اللي بنصدر لها دي محتاجه الحاجه دي ومش موجوده عندها، يعني هات وخد. وانت عرفت البلد دي محتاجه ايه مننا؟ يعني مثلا زي الحاجات اللي كنا بنبيعها للاجانب على البواخر. ايوه يا علي، بس الحاجات دي بالنسبه لهم هناك فانتازيه يعني. بس بيحبوها وبيدفعوا فيها فلوس كويسه، عشان كده بقى انا فكرت في حاجه. فكرت في ايه يا علي؟ وما تستظرفيش والنبي عشان نفهم. فانا فكرت بقى ان في كل سفريه اسافر فيها بره اخد منك نفس كميه البضاعه اللي كنت باخدها ايام بورسعيد. ما هو يا ابني الخواجات بييجوا يشتروا الحاجات دي من هنا من بلدنا. ايوه بس في خواجات مش بيقدروا يجوا هنا، عاوزين نبيع لهم بقى البضاعه بتاعتنا دي هناك، يعني نفتح سوق بره. طب افرض بقى ما قدرتش تصرف البضاعه، هتعمل ايه؟ هترجع بيها؟ ساعتها بقى تبقى كانك يا ابو زيد ما غزيت. لا 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 اطمن، ان شاء الله هقدر ابيعها وفلوسك هتوصلك زي ايام بورسعيد. ربنا يوفقك. الا بالحق، انت مش جاي فرح حسن ولبنى؟ ده يوم الخميس. اه طبعا، امال ايه؟ عقبالك. بقول لك ايه؟ اما تنوي قول لي، ده انا عندي لك حته عروسه هتعجبك قوي. لا لا يا عم عبدون، عروسه تاني؟ تاني؟ ليه؟ هو انت اتجوزت اولاني؟